نحكي عن الفعالية اللي كنا بدنا نحكيها مع أنا ومعن بعد الفاصل. رح نحكي عن مهرجان عمان السينمائي الدولي، عم يعلن عن أول فيلم عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية، ومن المقرر أنه يعقد في الفترة ما بين 23 ل 31/8 بعمان. بيتضمن برنامج العروض 30 فيلم روائي طويل ووثائقي عربي ودولي، بالإضافة لتسعة أفلام عربية قصيرة. عشان نعرف أكثر عن هذا المهرجان معنا على التليفون ندى دوماني، مديرة مهرجان عمان السينما الدولي. مساء الخير ندى. مساء النور، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. ندى، إحنا بنعرف أنه هذا المهرجان كان من المفترض أنه يكون بشهر 3 أو بالربيع بشكل عام، شهر أربعة. أيوة. ولكن بسبب الظروف وجائحة كورونا ولا آخره تأجل، ولكن الآن نسأل شو الخطة البديلة كمان اللي عم بتقدموها، خلينا نحكي تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي وإلى آخره. صحيح، مثل ما ذكرت حضرتك بالفعل كان البرنامج جاهز، ولكن وللأسف صار الأغلاق بشهر 3، فالمهرجان كان قبل يعني بعد 3 أسابيع. فهلأ أجلنا نهاية 23 آب 23 من هالشهر، وحفاظا بالتحديد على قواعد السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، اضطرينا لنكون شوي مبدعين أو نستحدث طرق جديدة، بما أنه صالات السينما لا تزال مغلقة. نعم. فقررنا نعمل سينما بتسموها سينما للسيارات أو درايف إن سينما. جميل. معروفة. جميل. هو راح تكون أول مرة بعتقد بالأردن. صحيح. هي كانت كتير دارجة على أيام الستينات والسبعينات، بتعرفوا بأمريكا وأوروبا. صحيح. وما إليه، وهلأ عادت شوي، يعني بيكون ماكسيموم على الحد كحد أقصى 3 أشخاص بالسيارة. جميل. ولح يكون بمنطقة العبدلي، بسموها منطقة العبدلي الجديدة، هي الباركينج الكبير ما فيها حد. حلو. رح يتقسم إلى 3 شاشات. نحن كتير مصرين، هذا بالنهاية هذا مهرجان أفلام. مش يعني طبعا نحن بنحب الناس في الترفيه، بس كمان هي مهمة كتير كمان يكون نوعية العروض. فنحن رح نجيب 3 شاشات سينما مش لاد سكرين، رح يكون في صوت. كيف الصوت ممكن أنا داخل السيارة أسمعه؟ من داخل السيارة على تردد معين. تردد إذاعية على FM. حلو. كل يعني كل مساحة لح يكون لها التردد تبعها. حلو. لح ينعرض الأفلام على الساعة 8، لأنه مضطرين يعني ننتظر غروب الشمس طبعا. الساعة 8 وفي مسرح 8:30، مسرحين 8 ومسرح 8:30، وبرضه لح نستعمل المسرح الخارجي بالهيئة الملكية الأردنية لعرض الأفلام. لعرض أفلام رح يكون في 4 أفلام مختلفة كل يوم، ورح يكون في دخول أو عدد معين أظني لهيئة الملكية للأفلام للRFC، يعني للعرض. صحيح. مضطرين كمان حفاظا على أسس التباعد الاجتماعي يكون في 1.5 متر على الأقل بين كل بين مقعدين، وبالتالي عادة المسرح بساعة 250 رح يصير ساعة فقط 100 شخص. فهو رح يكون في أكيد ضغط وللأسف. كما أنه حتى بالسيارات يعني مشان أن أمن مشاهدة جيدة، رح نكون عدد السيارات محدود ليكون واضح للجميع وبجودة عالية. طب كيف بتم الحجز أو عشان تحديد السيارات، كيف بتم الحجز؟ رح يكون على الويب سايت تبعنا وعبر تطبيق سجلني. يعني البطاقة رح تكون 6 دنانير على السيارة. يعني بيطلع دينارين للواحد 3 أشخاص. نحن كان هدفنا أن يكون المهرجان مفتوح قدر الإمكان للناس اللي بيحبوا هالنوع من الأفلام. ونرجع إذا بتحبوا بعدين شوي على نوعية الأفلام هلأ أكيد رح نحكي طبعا. وبالهيئة مثل العادة مجاني، بذلك نحن منصر كتير أن الناس لازم يجوا قبل الوقت. قبل الوقت يعني عرض الساعة 8 تكون أقل قبل بساعة، يعني ما احنا نعمل حجوزات ولا فينا نعمل افضليات. حلو. يلي بيجي بالاول اللي بسبقه البق. هلا كنا عم نحكي نعم تفضلي، كنا عم نحكي عن نوعية الافلام. نعم. هلا تقريبا في 700 فيلم قدموا للمهرجان. صحيح. كيف تم اختيارهم وكيف بيتم الاختيار الافلام بناء على شو، يعني 3 افلام او لا عدد الافلام؟ هلا في شروط معينة للمهرجان يلي هي رح تطبق ان شاء الله السنة الحالية والسنوات القادمة تستمر المهرجان. الشروط انه نحن بنركز على الاعمال الاولى. لازم يكون العمل الأول بالروائي، لازم يكون العمل الأول للمخرج أو للسيناريست اللي كاتب السيناريو. حلو. أو للممثل أو الممثل الرئيسي. حلو. أو المصور.
بالنسبة للوثائق الطويلة بيكون العمل الأول للمخرج، للقصير العمل الأول للمخرج، للفيلم الأجنبي برضو العمل الأول للمخرج. بس بالنسبة للرواية عملنا شوية توسيع لنقول الشروط شوي. لازم يكون الأفلام منتجة عام 2019-2020 فهي أفلام حديثة. طبعاً إذن كثير هيدا، وفي لجنة اختيار. نحن كل الأفلام اللي طلعت إذا يعني بكرة بنحط تفاصيلها على الويب سايت، بس حتكون يعني على الأرجح غدا أو بس أنتوا السبب كلها حائزة جوائز، كلها أفلام أنا بعتبرها مش مهرجان مميزة كثيرة يعني. وصراحة أنتوا عم تعطوا فرص لناس جداد إنهم فعلا يكونوا موجودين على الساحة ويكونوا صانعين أفلام ويجربوا يعني يدخلوا مهرجانات، وهذا إشي كثير مهم. صحيح. نحن بعتقد هذا تماشي كمان مع كل التوجه بالأردن، يعني ما بتعرفوا الصناعة الأردنية، صناعة السينما الأردنية إلى حد ما فيها كثير من الشباب كمان تعطي الفرص أكبر. طبعا. ولكن كمان اللافت بحب أقول أنه مش لأنه العمل الأول يعني بالضرورة أنه هو شوي يعني مثل كيف نقول أنه ضعيف مثلا أو ضعيف. الملاحظ أنه بالمهرجانات العالمية العربية والعالمية بالسنتين الأخيرين بقدر أعطيكم يعني حتى الأسماء، الأفلام اللي فائزت على جوائز أولى من الأفلام العربية اللي كانت تتنافس مع أفلام من مش مخرجين أولين كانت من صنع كانت أعمال أولى. الفيلم السوداني ستموت في العشرين كان بفينيس الماضي بالبندقية، وهذا على جائزة الحين عرض في إطار طيب دي خلنا للوقت بس فيلم الافتتاح لميزيرابل فيلم فرنسي للأوسكار كان مرشح هو العمل الأول للمخرج. جميل. بس دخل الوقت نحكي عن الأفلام الأردنية المشاركة، كم عدد الأردنيين المشاركة؟ صراحة عندنا فيلم أردني روائي طويل يلي هو لنجوى أردني فلسطيني للمخرجة نجوى نجار. هي عاملة أفلام قبل مش أول فيلم لها، ولكن الممثلين اثنين اللي بالفيلم تبعها أول مرة بيمثلوا أدوار رئيسية بالأفلام، مش هيك هو داخل على المسابقة. في ثلاثة أفلام قصيرة أردنية شباب أردنيين. حلو. في فيلم إنتاج مشترك وثائقي أردني هو عن الممثل السوري، وفي عنا فيلم بس خارج المسابقة لأنه مش للعمل الأول بل للعمل الثاني برضو أردني للمخرجة زينة الدرة. فيلم الأخصر هو فيلم الاختتام، ونحن سعداء جدا يعني ضلينا نأخر بعملية إقامة مهرجان ليكون في عنا سينما أردنية وما بس أجنبي. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المهرجان، وإن شاء الله يلاقي رواج كتير كبير، وهي دعوة منا لكل مستمعينا يجربوا سينما السيارات ويحضروا أفلام تجربة مميزة جديدة. تجربة جديدة ياريت تحطوا الويب سايت، بس تقولوا على الويب سايت www.aifs.jo بعدين طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي تبع مهرجان عمان السينمائي الدولي. جميل. بدنا نتشكرك ندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي، شكرا لوجودك معنا. على الطريق مع معن وحنين عمزج أحلى إذاعة على الطريق.